طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. دعونا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين نتحدث معكم حول موضوع تعطيل الموازنة المالية على الاقتصاد العراقي وعلى المواطن العراقي. عنوان حلقة اليوم: كيف يؤثر تعطيل الموازنة المالية على الاقتصاد العراقي؟ يعني رغم انقضاء الربع الأول من سنة 2022 ودخلنا بالشهر الرابع، إلا أن الموازنة المالية لم تقر لغاية الآن، وهذا الأمر طبعا يحدث مع كل انتخابات برلمانية تحدث في العراق، بل في كل عام يتأخر البرلمان بإقرار الموازنة المالية، لتمر أشهر لكي يتفاهم الساسة على تقاسم السلطة ليشكل الحكومة، ليتم بعد ذلك التصويت على الموازنة المالية، وهذا من شأنه أن يعطل عجلة اقتصاد أي بلد، فكيف بالعراق اللي يعاني من مشاكل اقتصادية أصلا. أضف إلى ذلك بأن مشروع الموازنة المالية لعام 2022 حدد سعر برميل النفط عند 60 دولار، واليوم تجاوز سعر برميل النفط إلى 120 دولار تقريبا، فهل سيتم تعديل هذا السعر في مشروع الموازنة أم يبقى عند 60 دولارا للبرميل الواحد؟ اليوم حكومة مصطفى الكاظمي منتهي ولايتها غير قادرة على تمرير الموازنة، وانتظار تشكيل حكومة جديدة قد يطول وسط خلافات مستمرة بين الأحزاب أفضت إلى تعطيل انتخاب البرلمان لرئيس جديد للجمهورية، وتمويل المشاريع متوقف، ومع ارتفاع إيرادات العراق المالية التي وصلت في شهر فبراير الماضي إلى معدلات قياسية تجاوزت 8.5 مليار دولار من عائلات النفط في شهر واحد، شهر مارس المنقضي وصلت إلى أكثر من 11.7 مليار دولار عائلات النفط، مبالغ كبيرة جداً. طبعا مستشار حكومة الكاظمي مظهر محمد صالح تحدث عن أثر تأخير إقرار الموازنة قبل مدة، وبين بأن الموازنة تشكل 50% من الناتج المحلي الإجمالي في العراق. صالح قال بأن النظام المالي بالعراق يتحوط بقانون الإدارة المالية في حالة حدوث أي طارئ سياسي أو تأخر أو أي ظرف معين. تأخر إقرار الموازنة وقانون الإدارة المالية يحل محل قانون الموازنة في تسيير شؤون البلاد المالية، يعني تنظيم النفقات والإيرادات. أضاف بأن الموازنة هي خطة سنوية لمدة عام واحد، وعندما لا يوجد هنالك خطة سنوية يتم استخدام النفقات الفعلية الجارية للسنة الماضية، يكرر القديم ويضاف عليه من 1 إلى 12 من المصروفات الجارية الفعلية من رواتب وأجور والتزامات الدفع المستمر، ويسمى الحد الأدنى من الأمور المالية العامة، وتابع بأن هذا الأمر لا يكون فيه تخطيط ورؤية، لأنه لا توجد موازنة، لأن الموازنة تخطيط ورؤية وأهداف، وبالتالي يكون هناك تكرار أهداف العام الماضي على السنة الحالية، وتتلمس صدور الموازنة حتى تتحقق الأهداف.
صالح لفت إلى أنه كلما تعطلت الموازنة المالية وتمضي الأشهر معناها أهداف الموازنة المالية لا تتحقق وتكرر أهداف السنة المالية السابقة، وبالتالي يترتب على ذلك مشاريع جديدة غير موجودة، تعيينات جديدة غير موجودة، والتزامات لتطوير النشاط الحكومي وبرامج حكومية تتعطل. يقول بأن الأسواق لا يعرف، السوق لا يعرف رؤيته بأي اتجاه ستكون، لأن الموازنة هي جوهر السياسة الاقتصادية. بأي اتجاه سوف تذهب هذا العام؟ هل سيكون نحو التوسع أو الانكماش أو نحو الاستثمارات والمشاريع؟ صالح أكد بأن السوق سيبقى في حالة قلق وحالة من عدم اليقين لقرارات المستثمرين والنشاط الاقتصادي بالسوق، لافتا إلى أن الموازنة تشكل 50% من الناتج المحلي الإجمالي بالعراق، وتأثيراته على الاقتصاد يكون 85%. طبعا تعثرت حكومة مصطفى الكاظمي بإرسال قانون الموازنة قبل أن يقوم مجلس النواب في العراق بحل نفس استعدادا لإجراء الانتخابات المبكرة العام الماضي في 10 أكتوبر تشرين الأول من عام 2021. عضو مجلس النواب اليوم تحدث جمال كوجر وقال بأن عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 جمد غالبية المشاريع في العراق حتى إشعار آخر، وهو أمر قد يطول إلى منتصف العام في حال عدم تشكيل الحكومة. أضاف كوجر بأن تطبيق قانون الموازنة المالية يأتي للأسف في آخر سلم أولويات الكتل السياسية بسبب عدم مراعاتها المواعيد الدستورية التي تفرض على الحكومة المصادقة على الموازنة وإرسالها إلى البرلمان قبل منتصف شهر أكتوبر تشرين الأول من كل عام. أوضح جمال كوجر بأنه منذ 19 عام لم تطبق المواعيد الدستورية المتعلقة بقانون الموازنة، مما تسبب في تعطيل الكثير من المشاريع وتوقف ترفيعات وعلاوات الموظفين. تحدث خبراء من ضمنهم الخبير الاقتصادي همام الشماع لصحيفة العربية الجديد وقال بأن حكومة تصريف الأعمال في العراق لا يمكنها إرسال قانون الموازنة الآن إلى مجلس النواب، ومن يتحمل مسؤولية تأخير الموازنة هي الأحزاب والكتل السياسية التي ما زالت تماطل في حسم مواقفها السياسية. بيّن الشماع بأن الموازنة الاتحادية تعبر عن برنامج عمل الحكومة من حيث المنهج وطبيعة الإنفاق من خلال توسعة النفقات الداخلية أو تسديد الديون، وبما أن الحكومة غير مشكلة لغاية الآن لا يمكن إقرار أي قانون يتعلق بالموازنة، إلا أن حكومة تصريف الأعمال الحالية يحق لها الصرف من موازنة العام الماضي من أجل تسيير الأمور اليومية للبلد وتسديد رواتب الموظفين والمستحقات العامة. تابع بأن العالم يشهد أزمة اقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا تنعكس على العراق، وهذه الأزمة تحتاج إلى برامج عمل وخطط وتخصيصات، ليس من حق حكومة تصريف الأعمال بحثها ولا القيام بصرفها إلا إذا أتاح لها البرلمان المعطل بهذا الاتجاه. مستشار محافظ النجف لشؤون المشاريع والاستثمار عباس العلياوي قال بأن هناك العديد من مشاريع البنى التحتية والخدمات في المحافظة متوقفة لأن أموالها تقسم على عدة سنوات ضمن قانون الموازنة. أضاف في تصريح صحفي بأن إيقاف العمل في المشاريع يؤدي إلى تغيير الأسعار بعد مدة، وبالتالي الدخول بمشاكل مالية مع المقاولين الذين يطالبون بفرق السعر المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، فضلا عن عدم إمكانية تنفيذ مشاريع جديدة للعام الحالي، بالإضافة إلى أن بعض المشاريع المنفذة تحتاج إلى مشاريع تكميلية لتدخل الخدمة، مما سيقيد عمليات الصرف بالنسبة للموازنة التشغيلية. إذن يعني كيف يرى المواطن تأثير وتعطيل الموازنة المالية على الاقتصاد العراقي؟ نستمع إلى أصواتكم وإلى آرائكم أعزائي المشاهدين وإلى رسائلكم القصيرة حول هذا الموضوع. معنا اتصال محمود من الموصل. محمود،
كيف يؤثر تعطيل الموازنة المالية على الاقتصاد العراقي برأيك؟ خش. تفضل محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم، الله يتقبل الصيام يا رب. هذه إذا تشكلت الحكومة إذا تشكلت عندك الحكومة الميزانية تتوزع. هذه متقاد، هذا الكاظمي متقاسمين الميزانية، ما يوزعونها لكل من يأخذ حصته. ابن عمي، حكومة من عام الأول ما تشكلت ما صارت بالعالم. هذا الصدر سوى نفسه استقام يشتد الفلسطيني والحلبوسي انهزم للسعودية. اليوم تهجمون على الرد. هذه حكومة تقوم بها ابن العام. والكاظمي وهذا العامري والفياض غيث الخزعلي اذراع ايران القوي ازد من الروس الداعين امام الله محمد رسول الله فلا يخلونهم يطوفونهم هوا. بس اتعصب على هالجيش الشهير هذا الاسلاح ياخذ الرواتب. اي والله مثل اكبر ما شكل الحكومه اليوم للسنه خلهم يبوقون الساعه الميزانيه ليشبعون وبعدين تصرخ هذه الحكومة. ابن عمي هذا المفروض من الصبح كافة المحافظات تنموت خرب صبحته تشوفوا يشكلون الحكومة لما يشكلونها. بس احنا مو على قلب واحد، احنا المواصل مكسور خشبنا والرمادي ما ذكب الله وما لنا. اذا قامت باش المظاهرات كل المحافظات العقوبة عقوبة تشكل حكومة نور المالك اخويا عنده عدل ما احد يقدر له. نعم. سمع الرشاش على تسحر الرشاش قال اقسم بالله ما ياخذ نور المالكي شلون احد رايح يتعلم من الكرسي الا ياخذه هذا ابليس. يعني انت تشوف انه هو طبعا معروف انه بسبب عدم تشكيل الحكومه انه تتعطل الموازنه وهذا يؤثر على الاقتصاد العراقي. انا اشكرك محمود من الموصل كان معنا. معنا اتصال اخر. نعم. طبعا الباحث في الشان الاقتصادي حمزه الحردان تحدث كذلك الى صحيفه العربي الجديد حول موضوع تعطيل الموازنه الماليه وقال بان عدم اقرار قانون الموازنه في العراق وتكرار هذه المشكله لعده سنوات تجاوز الربع الأول من السنة المالية أسهم في زيادة التدهور الاقتصادي للبلد وحدوث انكماش في الأسواق العراقية. وأشار الحردان إلى أن هذا التأخير تسبب أيضا بتعطيل المشاريع التنموية والاستثمارية فضلا عن غياب عملية تثبيت نفقات الدولة ووارداتها بشكل مدروس ومخطط له، بالإضافة إلى بقاء جزء كبير من المال العام غير مستغل بصورة صحيحة. وناشد القوى السياسية الإصرار بتشكيل حكومة لحسم الملفات العالقة ووضع الخطط اللازمة لإنقاذ البلد من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب عدم وجود حكومة لها صلاحيات كاملة لوضع الخطط والمشاريع وترشيد الإنفاق والتوجه إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية ودعم الصناعة والزراعة بشكل أكبر والابتعاد عن سياسة الإنفاق التشغيلي التي اعتبر بأنها أنهكت الاقتصاد العراقي. إذن آثار كبيرة على الاقتصاد العراقي على المواطن العراقي. أشرنا إلى أنه وكما هو معروف طبعا هو المفترض ميزانية الدول تقر قبل بداية العام، يعني في شهر 11 في شهر 12 تقر الميزانيات. بالعراق الأمر مختلف، بالعراق تمضي السنة 4 شهور 5 شهور 6 شهور يلا يقر للميزانية في البرلمان حتى تمرر بالحكومة. واليوم مثل ما أشرنا في بداية الحلقة بأنه مشروع موازنة 2022 كان موضوع فيها ولا زال سعر البرميل $60. اليوم سعر البرميل تعدى $120. مثل ما أشرنا بأنه شهر 2 وصلت إيرادات العراق 8.5 مليار دولار من إيرادات النفط. الشهر الماضي شهر 3 تعدت الإيرادات إلى أكثر من $11 مليار. فهل يا ترى هذا راح يحسن
من راتب الموظف، من فتح باب التعيينات للخريجين، من زيادة رواتب، من دعم الشريحة الفقيرة في العراق. لو بس راح يوقفون الجماعة عند منحة 100,000 دينار وما تحدث به النائب مشعان الجبوري 6 دولارات وربع في وسط كل هذه الأموال. هسه يمكن يكون ربما يكون الحديث يقول لك إنه ما معلوم إنه هذا الشهر إيرادات قوية، جزء الشهر الجاي يعني تنخفض أسعار النفط. بس على لما تصير مصيبة أو تنخفض أسعار النفط، المواطن العراقي هو اللي يدفع ضريبة هذا الانخفاض، وعندما يرتفع تخرج الأصوات من هنا ومن هناك بأن هناك منحة لسبعة مليون عراقي ب100,000 وهناك 6 دولارات وربع، يعني الفتات الفتات. معنا اتصال؟ انقطع الاتصال. نعم، طبعا المستشار المالي كذلك تحدث لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ويعني أكد بأن الحكومة الحالية لا تمتلك الصلاحيات القانونية والدستورية لاعتماد قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2022، فيما الحكومة المقبلة ملزمة بإرسال القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وعن حجم الموازنة المتوقع أوضح صالح في تصريحات صحفية بأنه من الصعب تقديره، ولفت إلى أن سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 حدد عند 60 دولارا، وأضاف بأنه من الصعوبة الآن التكهن بالرقم الذي سيتم اعتماده لسعر برميل النفط ضمن الموازنة بعد الصعود الذي يشهده، فضلا عن أن تشريع قانون محكوم بعوامل سياسية كثيرة. وبين بأن هذه الموازنة قد تكون توسعية، وأغلب الزيادات ستصرف على التخصيصات الغذائية، كما قال التخصيصات الغذائية التجارية ومشروع الأمن الغذائي، إضافة إلى منحة 100,000 دينار عراقي التي تعتزم الحكومة توزيعها على عدد من الفئات الاجتماعية. يعني بحسب التصريح اللي طلع قبل فترة أنه راح يوزعون على 7 مليون عراقي فقط، لسبعة مليون عراقي يتم توزيعها. لغاية الآن ما نعرف هل أحد استلم من العراقيين. زين 100,000 اشتراحة توفر، خلينا نقول مثلا تمشي الفقير، تمشي مدة أسبوعين ثلاثة، قول شهر، قول شهر. زين وبعدين والأشهر اللي بعدها إيش راح يسوي الفقير والمواطن العراقي في ظل ارتفاع الأسعار وعدم اعتماد الموازنة المالية وإحنا داخلين بشهر 4؟ معنا اتصال. وسام من كركوك. أسامة، كيف يعني يؤثر تعطيل الموازنة المالية على الاقتصاد العراقي، على المواطن العراقي؟ يعني احنا اليوم دخلنا شهر 4 ولحد الآن تدري لا حكومة موجودة حتى يتم تمرير يعني التصويت على مشروع قرار الموازنة وتمريرها للحكومة. أسامة تسمعني؟ أسمعك أستاذ محمد. عمر معك، تفضل. مساء الخير. مساء النور. ألو. أسمعك. معك عمر حامد، تفضل. مساء الخير. مساء النور. أسامة تسمعني؟ أسمع أستاذ محمد. مساء الخير عليكم، رمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية. والله علينا بلغنا شهر رمضان، وعيد علينا بالخير والبركة إن شاء الله. نعم تفضل. نعم الله. بالنسبة للموازنة أستاذ عمر ما راح يتغير شيء. الموازنة هم بيناتهم متقاسمينها، في الموازنة متقاسمينها عرانيط، يعني من طين 100,000 للرواتب شو راح تسوي 100,000؟ الأمبير اليوم هذا شهر الأمبير 10,000 دينار، كيلو الطماطم وصل 1,000 دينار، كل الخضروات على 1,000 1,000، شو راح يسوون؟ وإحنا الوحيد الشعب اللي مثل ما يقول حرب روسيا وأوكرانيا مصائب قوم عند قوم صواعده، غير إحنا نصدر نفط صعد النفط ينعكس علينا. لا والله ما راح نسوي كل شيء. النفط للأحزاب والمسؤولين الحيتان الكبار، أما العراقيين ما راح يخفضون كل شيء. ولا إحنا مثل ما تفضلت الشهر الرابع والموازنة ما مغرورة، شو يسمونها هذه؟ يعني أستاذ عمر؟ نعم أسمعك. طبعا بالمناسبة هاي مو أول مرة، هاي كل سنة تصير حالة الموازنة، يعني هاي معضلة الموازنة كل سنة تتكرر. أستاذ عمر يعني نعم. النفط عبر 110 دولارات. نعم. يعني معقولة ما ينعكس
حتى هم احترف وزارة النفط تقول شهر آذار مصدري الواردات النفط 16 مليار دولار. طبعا هذا اللي مسجل بشركة سوم وعدة السرقات. نعم يعني البيان الأولي لوزارة النفط شهر 2 8 مليارات ونصف المليار، والشهر الثالث 11 مليار و700 مليون دولار. نعم نعم. استاذ عمر، هذا بس واردات النفط، ما بالك انت عندك عندنا نفط اخر، المنافذ الحدوديه والجبايات والجسور والطرق. نعم يعني وين راح تروح الفلوس؟ انا بس اسال. تسمع استاذ عمر؟ نعم اسمعك. مصيبه اوكرانيا وروسيا مثل ما يقول مصيب قوما عند قوم فوائد مصيب قوما، بس احنا شو كنا نستفاد صعد نفط؟ لان عكس على البشر العراقي ما التسوق من النفط ماكو معدومه، يعني ماكو سيوله، ماكو عند النفط. يقول لك ما اعرف شو يصير، ما يصير السوق على قد حالي، المعيشه واقفه، الغلاء موجود، ويطلعوا لك يقول لك الامن الاقتصادي وقضب التجار، هم نفسهم نفسهم الامن الاقتصادي هم التجار مال البضاعه. وانا اشكرك على هاي القناه ورحم الله والديك. أنا أشكرك أسامة الكركوك، كان معنا. صباح من بغداد. صباح، كيف يؤثر تعطيل إقرار الموازنة المالية على الاقتصاد العراقي، على المواطن العراقي؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم علينا وعليك، الله يتقبل الطاعات. بالنسبة للموازنة طبعا لها تأثير يعني فعال على الشارع العراقي، على الأسواق، المواد الغذائية، على حتى الناس اللي جاي طالب بتعيينات ودرجات وظيفية. الظاهر يعني السياسيين والقائمين على الموازنة ما يهتمون ولا يكترثون إلى وضع المواطن العراقي شلون عايش. الميزانية لحد الآن ما أقروها ولا صرفوها، يعني كل الدوائر والوزارات والمحافظات والبلديات كلها معطلة الآن، لا أكو مشاريع في سبيل الناس تشتغل، لا أكو أموال عند المصارف الحكومية، كلها قاعدة تنتظر الميزانية في سبيل بلكت يصير عندهم غير السياسيين ويطلقون درجات وظيفية للتعيين الناس الخريجين أو لدعم وزارة التجارة في سبيل وزارة التجارة يجينا مسؤول بيها عند غيرة على المواطن العراقي ويدعم البطاقة التموينية المعطلة اللي ما يقدر يقول وزارة التجارة تقول احنا ما عندنا أموال مخصصة لاستيراد وشراء المواد الغذائية. وبالطبع هذا يأثر الميزانية من ما تصرف، تأثر على التجارة وعلى الصحة وعلى الاستيراد وعلى كل شيء حتى المواد الطبية وغيرها. فالحكومة يعني ملتهين بالمشاكل اللي بيناتهم الكتل، مقتدى الصدر اللي يسمي نفسه قائد اصلاح والمالكي وجماعة الولائيين الفتح وغيرها، كلهم ملتهين بالصراعات على مود مناصب وعلى المحاصصة هاي المقيتة اللي هم جابوها، وما يفكرون ان يطلقون الميزانية في سبيل يبنون مشاريع اذا هم جادين، يدعمون المحافظات في سبيل كل المحافظات يصير بيها بناء او يصير بيها تعمير او يصير تعويضات للمواطن العراقي، لكن هم متقصدين هذا الشيء. وبالفعل بال 2014 تم سرقة ميزانية كاملة، ما حد يعرف وين راحت مال 2014 و15، اخذوها دعما بها جارة السوء ايران وسرقوها هم بيناتهم، وهاي لحد الان احنا في شهر الرابع، يعني ما حد يعرف مصير الميزانية شنو. نعم يعني لا هم داعمين المواطن العراقي البطاقة التموينية تنطيها مثل أموال تساعد المواطن العراقي لشراء المواد الغذائية أو هذا شهر رمضان الفضيل يشتري فتشي له أو يدفعون إيجارات أو كذا. زين صباح، مشروع موازنة 2022 يعني أقر بأنه سعر البرميل هو 60 دولار، هل برأيك سوف يعني اليوم البرلمان موجود، هل سوف يتم تعديل هذا المشروع لرفع قيمة البرميل؟ اليوم البرميل تجاوز 100 دولار، وصل إلى 120 و 130 دولار، لو راح يبقى عند 60 دولار؟ دكتور عمر، هاي الحكومة يعني ما جاية لخدمة العراق ويشتغلون صحيح. نعم. يعني هذا فرق البيع للبرميل النفط، المفروض الميزانية تنتعش، لأن احنا حاليا جاي نبيع نفط هاي الفترة كلها فترة الصعود، جاي نبيع نفط بكميات كبيرة، المفروض هاي الفرق مع العملة من 60 لل 120 و 130 فرق ضعف الميزانية، وين هاي الأموال تروح؟ ما حد يحكي بيها. الظاهر السياسيين
متفقين كلهم على سرقة هاي الكيكة اللي 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 حنان الفتلاوي طلعت هذا هاي المقترح مال الكيكة. يعني الكل صامت، لا اكو نزاهة، لا اكو مفتشية، لا اكو رقابة مالية تحاسبهم وتقولهم هذا فرق البيع مال البرميل النفط الان اختلف عن سابقا عن ما اقرت قبل 6 شهور. يعني هسه البرميل 130 و120 المفروض احنا اقتصادنا ينتعش، صار ضعف السعر، لكن هم صامتين لانه يعرفون هم راح يتقاسمون كل هذا الفرق الصعود، يتقاسمون بيناتهم محمد الحلبوسي رئاسات الثلاثه والسراقه من قاده الميليشيات مثل يعني من ينخفض سعر البرميل الصدر. من ينخفض سعر البرميل يتم تقع براس المواطن العراقي، يقول لك ازمه اقتصاديه ولازم تقشف يصير عندنا ولازم نقتصد ولازم كذا، من ينزل سعر البرميل. اما من يصعد يصير بجيوبهم المالكي وكل من يحكي بالدين من هادي العامري وعمار الحكيم ومقتدى الصدر ابو الاطلاح كلهم ناس سراق. والمشكله العراقيين يعرفون دول كلهم الطبقه السياسيه ناس فاسدين وسراق ما جاي يخدمون البلد، كلهم جاي يعملون الى اجندات خارجيه، سواء اللي ارتباطهم بامريكا والبقيه ارتباطهم في ايران، والواقع بيها والمصيبه احنا المواطنين. يعني ما حد جاي داعي بحقوقنا، حتى اللي طلع ثواب تشرين داعم بحقوق المواطن العراقي تم تصفيتهم من قبل القبعات الزرق مقتدى الصدر اللي كان يقتل بالمتظاهرين وتواثي وسكاكين واغتيالات، والان هو داعي بالاصلاح المشكله. يعني حتى ثورة تشرين قمعوها، منو قمعها؟ هم نفسهم ذول اللي يحشون بالوطنية وبالإصلاح وغيره. نعم، أنا أشكرك صباح من بغداد، كان معنا أبو سمية من الأنبار. أبو سمية، كيف يؤثر تعطيل الموازنة المالية على الاقتصاد العراقي، على حال المواطن العراقي برأيك؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، رمضان مبارك، الله يتقبل يا رب على الجميع وعلى قناة الرافدين. آمين آمين يا رب. سيد الكريم، موضوع الموازنة قبل كل شيء يحتاج إلى حكومة تهيئ اقتصاديين متخصصين لكي يعدوا موضوع الموازنة. أما هذا الإعداد فقد فاتهم الكثير منهم. يعني من الذي جهز اقتصاديا متفهما أو اقتصاديا حريصا على البلد؟ الحكومات الآن لا يهمها الموازنة، يهمها المناصب والتقاتل وبيع المناصب وغيره. أما مسألة الموازنة التي تمس المواطن العراقي مسا مباشرا فهم غير مكترثين بهذا الأمر. تأثير الموازنة على المواطن العراقي طبعا لها تأثير مباشر. هناك الكثير من المشاريع التي تخدم المواطن في حياته، في حياته الوظيفية وفي حياته المعيشية قد تعطلت بسبب ماذا؟ بسبب أن الموازنة قد تعطلت بسبب فساد السياسيين، وبسبب أنهم قد انتهوا في التنافس على المناصب ونسوا ذلك الشعب المسكين. يعني أنا واحد من الناس لدي معاملة في وزارة التربية وقد توقفت بسبب أن الموازنة لم تقر لحد الآن. يعني أنا واحد من المواطنين الذين تأذوا بهذه الموازنة. أما عن هؤلاء يا سيد الكريم، والله يعني تاريخهم منذ 2003 ولحد الآن لا يقول بأنهم يفترسون لحال المواطن في معيشته، لغلاء الأسعار، لغيره. هؤلاء كل يعرفون كيف يتنافسون على المناصب ويعرفون كيف يجوعون الشعب ولا يبالون بحاله، سواء صعد الأسعار أو تعطلت المشاريع أو غيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشكرا لبرنامجكم. شكرا أبو سمية من الأنبار كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد. العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ عام 1972، من 50 سنة من تأميم النفط بال 72. اليوم العراق سجل أعلى إيرادات نفطية. العراق اللي يعد أو يعد النفط أبرز مصدر لإيراداته المالية، سجل أعلى معدل إيرادات نفطية منذ 50 عاما مثل ما ذكرنا في أذار مارس، مع تصديره ما يساوي 11 مليار و700 مليون دولار من النفط، هذا في شهر واحد، وسط ارتفاع لأسعار الخام عالميا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. بيان صادر عن وزارة النفط ذكر بأن مجموع الصادرات لشهر آذار مارس في العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في مجموعة أوبك من النفط الخام بلغ 100,563,999 برميل بإيرادات بلغت 11 مليار و700 مليون دولار، ويعد أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972، هذا بحسب بيان وزارة النفط. أوضح البيان بأن هذه الإحصائية أولية للكميات المصدرة من النفط الخام، والإيرادات المتحققة لشهر آذار مارس الماضي لهذا السعر. مسؤول في وزارة النفط يعني فضل عدم الكشف عن هويته تحدث وقال لوكالة فرانس بريس بأن الأرقام النهائية لا تتغير عادة على الإطلاق عن الأرقام الأولية، أو قد يحدث تغيير طفيف، أشار إلى أنها سوف تنشر في نهاية الشهر الحالي. أوضح البيان بأن معدل الكميات اليومية بلغ 3,244,000 برميل في اليوم الواحد، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 110 دولار. طبعا مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، في شباط فبراير العراق سجل أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ 8 سنوات، بلغت قيمتها 8.5 مليار دولار كما أعلنت وزارة النفط حينها. واليوم على شهر 3 11 مليار و700 مليون دولار. معنا أبو عمر من بغداد. أبو عمر، الموازنة المالية لحد الآن، إحنا داخلين في شهر 4، لحد الآن لم تقر بسبب عدم تشكيل الحكومة، النفط في ارتفاع، مشروع الموازنة لعام 2022 حدث سعر البرميل 60 دولار، واليوم بحسب وزارة النفط أكثر من 110 دولار وصل سعر برميل النفط. كيف ترى تأثير وتعطيل الموازنة المالية وأثرها على الاقتصاد العراقي، على المواطن العراقي؟ تفضل، ورمضان مبارك وكل عام وأنت بخير. حياك الله أستاذ عمر، رمضان كريم إن شاء الله عليك وعلى الساده الراقدين والشعب العراقي البطل الشجعان اللي هو اللي 18 سنة أستاذ عمر يعني ما شاف خير من هاي الحكومات المتعاقبة، لا شهر رمضان ولا أيام اللي فاتت اللي طالب بها الحق المواطن العراقي في ثوار تشرين، والشعب العراقي منطلب يعني من هاي الحكومة وسلطة الأحزاب يعني أن يترفع، أن يصير لفد مكان في المواطن العراقي، أو النازحين ممكن يرجعون الخيمهم، أو العطة عفوا المساكين. فهم كيف يعني نتأمن من هاي الحكومة المتعاقبة وسلطة الأحزاب بالموازنة ويعني ينفهون الشعب العراقي السيد عمر؟ فإحنا ما نترجى من هاي الحكومة اللي سلطة الأحزاب ما زالت موجودة، ما تخذ الموازنة، لو حتى قررت أستاذ عمر ما راح تدخل المواطن العراقي ولا راح يوصل لشيء. ليه؟ لأن سلطة الأحزاب هي بيناتهم كلها راح تروح بيوم الفاسدين يسووها يعني على شكل يعني من الناس يصوبها، وآخر شيء من توصل للمواطن لو يلقف شيء أمامه لو ما يلقف. فشنو اللي صار في 18 سنة على مود هسه أن الشعب العراقي ينتظر من عندهم بد يعني مشاريع راح تنفتح، فد مصانع راح تنفتح، مزارع، هاي الامور كلها الشعب العراقي استاذ عمر فقدها. واحنا كمواطنين عراقيين ما نتامن من هاي الحكومه شيء ابدا، وكل العراقيين ما يتامنون، ما زالت هاي الحكومه تسرق وتخطف الشعب العراقي. فكيف تقول الموازنه وتطيب المواطن العراقي وتفرحه؟ هذا شهر رمضان استاذ عمر، كل العراقيين
سوت فيها ما اعطت يعني حصه تموينيه زياده عن هذه الحصه، ما اعطت لهم شيء ولا قدمت لهم شيء. فهاي الامور استاذ عمر احنا ما ولا ننتظر من الحكومه سلطه الاحزاب او حكومه الكاظمي، كل الحكومات ما نشوف من عندها اي خيار، لان هم جايين ضد الشعب العراقي وكراهيته المواطن العراقي، كلهم يكرهون الشعب العراقي استاذ عمر، من عندهم؟ المالكي، الجعفري، مقتدى الصدر، كلهم هذول ضد ابناء الشعب العراقي، طبيعي اللي ظاهر راحوا قتلوه، والناشطين قتلوهم، الاعلاميين قتلوهم، طولهم الاستاذ عمر ما يحبون هذا الشعب ولا يخلونه يعيش بخير، ما زالت هذه الحكومه تحكم على رقاب العراقيين، فاحنا نبقى متاثرين من هاي الحكومه وما زين. ليش من تنخفض اسعار النفط من يدفع فاتورة هذا الانخفاض المواطن العراقي وبشكل سريع ومباشر، وعندما ترتفع أسعار النفط يعني مواطن ما يستفيد لغاية الآن؟ أستاذ عمر أكيد أكو سلطة تشريعية أو سلطة يعني هم المصريين أصلاً كاظم لو أكو كان صدق أكو رئيس الوزراء يقدر يحاسب يعني يقدر امور هوايه يعني بحكمه القانوني او حكمه القضاء من يشوفون هالامور هذه يعني عندهم زياده النفط ارتفاع من 60 دولار الى 140 او 120 دولار، هذه مبالغ فائضه تريليونات يعني ملايين ملايين استاذ عمر فائضه ممكن يستفاد من عندها ناس يعني اكفائيين ناس مخلصين ناس يعني عقول عندهم مظلمه، يعني هاي المبالغ زايده وين تروح؟ وين تروح؟ الشعب العراقي ما ممكن اي مواطن يقدر يحاسبهم فلوسنا وين هذا 150 دولار يصير ترميم النفط، يا حكومه يا حكومه الاحزاب يا الكاظمي وين المبالغ التزيد عن هذه؟ وين؟ ماكو احد استاذ عمر يقدر يحاسبهم ولا يقدر احد يقدر يمانع من هاي الحكومه اللي قاعد تسوي اللي طيب طالب بحقه واللي ابنائنا بالبصره والمحافظات اللي قاعد يطلعون بالعقول النفط اللي موجودين قاعدين ناس يشتغلون من برا، والمواطن العراقي الساد يعني واقفين بالبوابات يطالبون تعيينات يطالبون بحقوقهم، هاي كلها ما بتسمي الاستاذ عمر يعني زياده النفط او نقصان ما كل شيء ما يسوون استاذ عمر كل شيء يسوون الله وكيدك، لازم ان الشعب العراقي ينهض. نعم انا اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا. طبعا يشرح يسار المالكي وهو محلل الخليج في اصدار الشرق الاوسط للمسح الاقتصادي الام اي اس، ويقول بان العراق يستفيد من ارتفاع اسعار النفط منذ انضمامه الى اتفاق اوبك في العام 2019. يقول منذ ذلك الوقت سجل إيرادات قياسية شهرية مع ارتفاع أسعار النفط كما حدث في شباط وفبراير، وأضاف لذلك فإن الرقم المسجل في أذار مارس هو بالفعل مستوى قياسي جديد. طبعا يعني يشير الخبراء بأن هذا الارتفاع هو السيف ذو حدين، يعني الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، في حين لا تزال الدول المنتجة للنفط تحد من العرض، و تعد روسيا اليوم هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية. توافقت طبعا الدول الأعضاء في تحالف أوبك بلس يوم الخميس على زيادة طفيفة في إنتاجها، وتجاهلت الدعوات اللي تدعو إلى تخفيف الضغوط في الأسعار بعدما لامس النفط في السابع من آذار مارس أسعارا قياسية سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، وتجاوز عتبة 130 دولارا للبرميل، ثم عادت الأسعار وانخفضت لتقارب 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، وأغلب يعني القراءات تقول بأنه سوف يعود ليكون عند عتبة 120 و 130 دولار. الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث يوم الجمعة وقال بأن أكثر من 30 بلدا ستحذو حذو الولايات المتحدة وتلجأ إلى احتياطاتها النفطية الاستراتيجية في محاولة لخفض الأسعار، والعراق كما هو معروف يعتمد بنسبة 90 أو أكثر من 90% على الإيرادات النفطية، مع ذلك يعاني البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة وعاش فترات طويلة من الحروب ومن النزاعات من نقص كبير في الطاقة ومن تهالك البناء التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء. نعم
طبعا هذا وفق البنك الدولي هذه الإحصائية. طبعا كما هو معروف يعاني العراقيون مثل ما أشرنا من الفقر والبطالة وتدهور البنى التحتية. تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 40%، ثلث سكان البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر وفق أرقام البنك الدولي. أضف إلى ذلك بأن المدير التنفيذي للتعداد السكاني التابع لوزارة التخطيط في العراق سمير خضير أكد بأن العراق مقبل على كارثة مجتمعية مع فشل العملية السياسية بتأمين فرص عمل للشباب. وتحدث خضير وقال بأن الشباب يشكلون 60% من نسبة سكان العراق، وفي حال فشلهم بإيجاد فرص عمل سيكونون عبئا كبيرا على المجتمع الذي لا يمكنه إعالتهم. وأكد خضير بأن على العراق أن يستغل دخوله على ما يسمى الهبة الديمغرافية مع ارتفاع نسبة الشباب فيه لإصلاح اقتصاد البلاد وإصلاح الوضع السياسي والاجتماعي للسكان، فضلا عن أن انخفاض متوسط أعداد الأسرة من 7 إلى 6 مؤشر يمكن الاستفادة منه. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، يعني رمضان كريم وكل عام وانت بخير. يعني اليوم الموازنة احنا بشهر 4 لم تقر لغاية الآن، والسبب معروف، الحكومة لم تشكل بسبب يعني الصراعات والتناحرات بين الكتل السياسية. ارتفاع بأسعار النفط شهر 2 8.5 المليار، شهر 3 $11.7 مليار. الموازنة، مشروع الموازنة وضع برميل النفط عند سعر $60. كل هذا راح يأثر على الاقتصاد العراقي، يأثر على المواطن العراقي. كيف ترى تأخير وتعطيل الموازنة المالية لعام 2022؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك دكتور عمر. بالنسبة للوضع العراقي مختلف عن كل الدول. احنا ما نعرف النظام اللي جاي يحكم العراق هو نظام برلماني، نظام مشيخة، نظام ديني. فالأمور يعني ما تعرف شنو اللي انت يعني شنو اللي جاي حكمه. يعني من شوف الصراعات مالتهم، لا يعني النظام البرلماني، ونشوف الأنظمة البرلمانية بالعالم شلون وضعها وشلون استقرارها وشلون تدير الحكم. يعني احنا ما نعرف يعني الوضع اللي جاي يدير الحكم بالعراق شنو، حتى على مود هيك الساعة احنا ننتظر. يعني عايشين في صراعات وخلافات بيناتهم. معك تفضل. مقتدى مدة 40 يوم، وكأنما هو البلد إله واللي المالكي. يعني هذا ما يصير. هذا ما يصير إدارة بلد. أنت 40 يوم أنت قاعد ومسجل شهر رمضان وما أعرف إيش. يا أخي يعني استقل من السياسة. خلي أكو ناس أكفاء يديرون هذا البلد. معناته هذا الشعب يعني إلى متى؟ يعني البلد يبقى محصور بين مقتدى ومالكي وما أعرف منو. يعني هذه إحنا للأسف إحنا يعني جاي نشوف. يعني إحنا عندنا أزمة رجال السلطه. يعني لا عندنا رجال السياسه يقودون هذا البلد ويحملون هم المواطن، وكانما الامور هي ديناتهم. يعني عناد سياسي بين الطرف والطرف. هذا ما يصير. هذا يعني احنا اليوم جايين نشوف اكو ازمه عالميه بالاقتصاد والوضع الاوكراني الروسي. يعني هذا كله يعني خيم على 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 الاقتصاد وعلى أذية المواطن العراقي. لكنه دولة ما يحملون هم المواطن. نعم. دولة ناس يعني فكرون بس مصالحهم ومكاسبهم. يا أخي أنت نشوف نفسك يعني موجودة أستقل. أنت ما يصير إيش البلد يعني بين الطرفين وكأنما 40 مليون ما بين القادة يحملون المعاناة العراقيين. يا أخي ما يصير. يعني تفضل لي راح أضرب لك مثل دكتور. نعم. يعني شوف هذا الفوتي اللي يحمل ايديولوجيه متخلفه ورجعيه اليوم يعني راح يتفاوض ويحل المشاكل بين الديانات وهم اطراف داخليه. لكنه احنا للاسف الشديد ما عندنا ناس يحملون العقل ويحملون المنطق ويحملون معاناه المواطن العراقي. كلهم هم مكاسبهم ومناصبهم. هذا ما يصير. هذا يعني البلد يبقى يعني أزمة برا أزمة على مود شنو.
على حد والله انت مختلف في افكار ومختلف في اعلان، وانا شنو بيكم؟ شنو ذنب هذا المواطن البسيط هذا الفقير؟ يعني احنا في شهر رمضان وطبعا اليوم السوق محترق يعني ومن وين؟ يعني يعني مستغرب من هالوضع هذا الى متى يا اخي؟ ولكن هي هاي المحافظه هاي المكونات اللي اجونا بها، يعني مو كان المواطن ياخذ فن المكونات طبعا اليوم شو اسمه هذا نسيت العامري ها يقول احنا يعني نريد انه حق للمكون، لكن المواطن طلع بالانتخابات وما يعني 90% من المواطنين العراقيين ما طلعوا، يعني هذا خير دليل على انه المواطن العراقي رافضكم، والمكون اصلا اللي انتم جيتوا به واحنا اصلا مش مأس من هذه التسميه، يعني احنا ما راغبين بكم، انت ليش تكلم لي بهذه؟ يعني هالصراعات هذه الدكتور عمر الى متى تبقى؟ واحنا شنو يعني المواطن العراقي ما نستفاد لا من صراع فلان ولا من صراع علاج، المواطن العراقي يريد يعني الخدمات تتوفر له، يريد يعني وضعه يستقر، يعني اذا تبقى يعني انت مختلف في فلان وعلان ليش هيك يعني ليش هيك العراقي يعني من دون البلدان؟ أنا أشكرك أخي عبد الرزاق من بابل كان معنا، تحدثنا معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة حول تأثير تعطيل الموازنة المالية على الاقتصاد العراقي وعلى المواطن العراقي، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.